والعناد اللي كتصادفوه مع الأطفال ومع المراهقين، أكيد أنه كاينه طرق اللي مازال كنتعرفوا عليها اللي غادي تساعدكم بشكل كبير على أنكم تخطوا هذا المشكل السلوكي، وكذلك يكون واحد الآليات عندكم كتمتلكوها باش ممكن أنه تخليو هاد الأطفال هادو تيكونوا أطفال طيعين، وتيكونوا أطفال اللي هما عندهم الأنا ديالهم، ولكن في نفس الوقت كيقدروا أنهم يتأقلموا مع ظروف جديدة أو مع سلوكات جديدة، ويتعلموا أشياء جديدة ويغيروا سلوكاتهم، ونعملوا لهم واحد نوع من تعديل ديال السلوك أو لبناء سلوكات جديدة. فالطفل اللي تيكون عنده عناد، حاول ما أمكن أنك توظف القدرات دياله في تعديل سلوكاته. فقدرات كتكون عند بعض الأطفال، مثلا تيكون طفل اللي تيبان لكم هو عنده العناد بسبب شنو؟ بسبب أنه كثير الحركة، كيكون كثير الحركة وتيكون عنده كذلك تركيز ضعيف. فإذا كان كثير الحركة، أكيد أنه باش تجعله واحد الطفل اللي تيكون طيع ويكون مطيع ويكون تغير هاد السلوك هذا إلى سلوكات اللي هي أحسن، تيولي عنده واحد نوع من الاعتدال في الحركة دياله، كتستعمل معاه توظيف ديال هاد القدرة بحيث أنه كطلب منه طلبات اللي فيها الحركة، فكتبقى كترسلو أنه يجيب لك هادي ويعطيك هادي ويتسخر لهاد الحاجة ويجيب لك هاد الحاجة من هاد البيت، ويجيب لك حاجة من الكوزينة، ويجيب لك حاجة كتعلق به، حاجة كتعلق بالإخوة دياله، فكتحاول توظفه وتوظف هاد القدرات اللي عنده، وكتخليه أنه كيتجاوب معك، كيبدأ يسمع ليك. فهنا أكيد تتعمل على أنك تشجعه على هذا الأمر، وكتحاول ما أمكن أنك يعني كتعمل واحد نوع من الثناء والمدح ليه لما تيتسخر لك، أو لما هو كيتحرك يتحرك. فمن الأفضل أنك توظف هذه الحركة دياله في الشيء اللي تيرجع عليه بالنفع وعلى الأسرة ربما ككل، وفي نفس الوقت يحس بالفخر وتيحس بأنه ما بقيتيش غير كتنتقده علاش كيتحرك بزاف، وكذلك تيحس بأنه راه قادر يعطي، وبالتالي تيقدر تيبدا عنده القدرة حتى هي ديال الاستماع، تيولي تيفهم المطلوب منه. فلما كتقول له بغيت هاد الحاجة تيقول لك واخا انا نجيبها لك، تيقدر يمشي وعاود يرجع يقول لك فين كاينه، تتعاود ترجع وتقول له مثلا هاي فين كاينه وبهاد المواصفات وبهاد اللون وبكذا وكذا. فهنا تيولي واحد النوع من الطاعة اللي كترجع بشكل إيجابي على هذا الطفل من بعد، فكيولي تواصل كتخلق بينك وبينه تواصل، وبالتالي من بعد تيولي تسمع لك في أمور أخرى، خصوصا إذا كان لما كيتسخر لك أو لما كتوظف هذه الحركة دياله في أمور اللي من بعد كتشكره عليها أكيد. كذلك إذا كان هذا الطفل هذا مثلا التركيز دياله ضعيف أو لا عنده عناد وعنده في نفس الوقت قلة التركيز، فهنا كتحاول ما أمكن أنك توظف اللاعب، ما تيكون شيء عنده تركيز مع الدراسة، ما عندوش تركيز في أشياء معينة، ولكن عنده تركيز في اللاعب، في اللاعب تيركز، تيعجبه أنه يلعب بزاف، تيعجبه أنه يتحرك، تيعجبه كذلك أنه يلعب ربما ألعاب إلكترونية أو إلى غير ذلك. فأنت كتحاول تلعب معه، تشارك معه لعب كثيرة، وكتوظف هاد اللعب هادي باش كتخليه واحد الابن اللي هو طائع، وكتخليه واحد وليد اللي تسمع الكلام واللي كيتجاوب مع كلامك، باش ما تيبقاش ديك الام دائما كتشتكي ان كلامي ما كيتسمعش، تنقول لهم شحال من حاجه ما تيسمعوهاش، ما تيديروش بها، ما كذا. فاذا لما كتدخل معاه في اللعبه ومن خلال اللعبه كتوظف هذاك يعني الاوامر اللي بغيتي انه يوصل لها، فكتولي كتقول له مثلا جيب، مثلا كتلعب معاه مكعبات او شي لعبه من اللعب، كتقول له اعطيني هذا اللون الاحمر، اعطيني هذا اللون الخضر، اجي نديرو هادي، اجي نديرو هادي. او لا مثلا تقدر يكون لاعب من خلال غير الاواني ديال المنزل، مثلا ديال المطبخ، كسرونه هادي، معلقه هادي، كذا هادي كذا، فجيب هادي، اعطيني هادي، هاك هادي، دي هادي. هادي امور اللي كتساعدوا على انه كيكون واحد الاتصال وعلاقه ما بين هذاك القول ديالك وما بين الفعل والسلوك اللي غيقوم به، فما كيبقاش يرفض الاوامر ديالك. علاش؟ حيت الاوامر ديالك عرف بانها راهي كانت اولا في واحد المستوى وجداني بالنسبه له، مستوى اللي كيشبع له الحاجه ديالو اللاعب، ومن بعد غيعرف وغينتقل
إلى مرحلة أخرى اللي غيبدأ يعرف فيها بأنه هذه الأوامر أو لا هذه القواعد راهي دائما راها في مصلحته، وغيبقى عنده واحد نوع من الارتباط وجداني وكذلك معرفي، ويعني واحد الارتباط اللي هو نفسي بالنسبة له، اللي سيبقى تيقول لك هو الوقت اللي قال لي شي حاجة راه تيحس براسه بأنه مرتاح باش يطبقها، بخلاف إلا ما شاركتيش في اللعاب ديالو فهنا تيبقى عنده واحد نوع من الفصل، ربما ما يسمع لكش كلامك. فكتحاول ما أمكن أنه دائما كتدخل معاه في اللعب اللي تحبها، وكتحاول من بعد بطبيعة الحال أنه يستجيب وتشكره على الاستجابة. وضمنيا في بعض الألعاب لما كيشاركوا إخوة مثلا في البيت في اللعبة ومعهم الأم أو الأب أو لأيا كان، فهنا تتعلموا أنه يتسخر الآخر، بمعنى يخدم الآخر، الآخر يخدمه هو يخدم الآخر. هذه نقطة مهمة جدا كتعاون على حل بعض المشاكل اللي كترى ما بين الإخوة، ومشاكل اللي كترى حتى مع الوالدين. تقول لك الأم أنا ما تيبغيوش يعاونوني في حتى شي حاجة، أنا كندير أمور كاملة وعندي الخدمة ديالي وعندي كذا، أو حتى ربة البيت وعندها ربما أشغال أخرى. ثم كنميو في الطفل أكيد القدرة على أنه يخدم ذاته نفسه ويقدر حتى يخدم الآخر. فهذا المفهوم هذا مهم بزاف أنه يحصل، ولكن أكيد تيجي من خلال التربية. لما كتعلمه بأنه هو يتسخر الأخ دياله ويتسخر الأخ دياله والأخ دياله حتى يتسخر له، وانت كقدوة بطبيعة الحال ولو تكون كبير ما تقولش لعيب أنا نتسخر لي واحد صغر مني، لا، حيت هنا تنعلمه، تنعطيهم آليات ديال التعامل مع أشياء أخرى. لما كتعلموا الطاعة عرف بأنه في أمور بسيطة، عرف أنه من بعد غادي يطيعك في أمور اللي هي أنت محتاج أنه يطيعك فيها، أمور اللي هي كبيرة. لكن تنشوفوا للأسف كاينين بعض الناس اللي هما راشدين وعندهم بعض يعني حساسية كبيرة من كون أنه شخص آخر يقول له جيب لي هذه أو لا عفاك أعطيني هذه أو لا يسخروا لهذه أو لا، فكتلقى ربما يستجيب مرة وثانية أو لا، بعد يقول بأنه لا هاد شخص هذا كيستغلني، هاد شخص ربما تيحقرني، لا أنا ماشي خدامة عندك، لا. كنسمعوا هاد المصطلحات كنعرفوا أنه هاد الشخص هذا عنده واحد المفهوم مغلوط على الخدمة الآخر، وعنده مفهوم مغلوط على الطاعة، فكتلقى بأنه عنده مشكل في الطاعة في جوانب أخرى. فهنا راه ما كنتكلموا شي على الاتكالية، ولكن تنتكلموا على التعاون، وكنتكلموا على تنمية قدرات ديال الفعل، وكنتكلموا كذلك على مبادئ اللي هي خصها تكون عند وليدات وخصها تكون عند الأطفال وخصها تكون عند المراهقين، كتنمى من الصغر باش ما كتبقاش ديك الحساسية تجاه بعضهم واتجاه حتى واحد آخر اللي من ما غيكبروا أكيد ما يبقاو شي مشاكل. فكتلقاو أنه في مشاكل في علاقات زوجية أو لا علاقات إنسانية أو لعلاقة عائلية بشكل يعني في بعض الأسر الممتدة، كتلقى واحد المشاحنات اللي هي كتوقع بيناتهم. علاش؟ شنو السبب؟ أنه لا قال لي ديري هذه، لا أنا مبغيش نديرها، لا ما يمكنش، لا كذا، لا أنا ماشي خدام عنده أنا. فما كتلقاش واحد السلاسة، في حين أنه لما كيطلب منك شخص شي حاجة فأكيد أنه محتاج وبغاها، والمفروض أنه تيكون واحد المبدأ ديال المساعدة وديال التعاون. وهنا كتجيبوا كذلك بعض القصص ديال الطاعة اللي غادي توظفوها عند الأطفال، قصص ومبادئ اللي كتكون مثلا تيشوفوا فيها أطفال آخرين تيطيعوا الأبوين ديالهم، تيشوفوا مثلا قصة إسماعيل عليه السلام، أو لا ممكن تعطيهم بعض الأحاديث النبوية اللي هي كتصب في الطاعة والتعاون. النبي صلى الله عليه وسلم لما تقول أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، فهنا كاين الانتفاع. ما يمكنش لما نقولوا ما غنربيهمش على الاتكاليه فواحد ما يقضي حاجه للاخر، لا ما يمكنش. كتعلموا انه كيقضي حوائج ديالو هو بنفسه، وتتعلموا المسؤوليه وتتعلموا، ولكن في نفس الوقت تتعلموا التعاون مع الاخر. فهنا الازدواجيه بطبيعه الحال ديال المبادئ اللي كتساعد اننا كندير واحد الشخصيه اللي كتكون اكيد شخصيه متزنه. فبالتالي إذا هاد المبادئ هذه أو غيرها، كيف ما تقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لأن يمشي أحدكم في حاجة أخيه خير له من أن يعتكف في مسجدي هذا. فهنا كنشوفوا المصارعة إلى الخير، كنشوفوا المصارعة للمساعدة،
هاد المبادئ هذه لما كتكون ما تلقاوش من بعد عند هاد المراهقين واحد الجنوح للعصيان. علاش؟ حيت ربيتوهم على انه التعاون والطاعه وتقبل الفكر الاخر وتكون طيع في امور وتكون سليس وتكون هذه امور اللي هي اساسيه ومهمه بزاف وكتعاون بواحد الشكل كبير الاطفال وكتعاون المراهقين وبالاساس خصها تكون عند الكبار لانها شيء اساسي ومهم جدا لانهم هما اللي يعطيو القدوه وهما اللي يعطيو الاليات لهذوك الاطفال او المراهقين. فهذا امر اللي هو بطبيعه الحال اساسي. ثم اللي هو كذلك مهم جدا باش تخليو ان الاطفال المراهقين يكون عندهم هذا النوع من الطاعه ويكونوا سلسين في استقبال سلوكات جديده ومعارف جديده والامتثال لها هو انه كتعاونوا بطبيعه الحال باستعانه بالله سبحانه وتعالى. هذا امر اساسي جدا وما يتوكل على الله فهو حسبه، والتوكل على الله تعالى في اتخاذ الاسباب وفي التفويض لله عز وجل. فكتكون ضروري انك تستعن بالله، كتستعن بالدعاء، دعاء الوالدين سنعرفوه انه مستجاب، كتحاول ما امكن انه تاخذ واحد المبادئ اللي تكونها في الاسره واللي كتساعد على انه الوليدات تيمشيو على واحد النمط، كيمشيو على واحد الاساليب، تيمشيو في واحد المنهجيه اللي هي فيها كل خير لهم وللاخرين والمجتمع والخير لمستقبلهم ان شاء الله.